فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. حرك له امامنا هو باللقطه الماضيه ديانج يا ولد علي معلول، هي علي معلول هو الحل. علي يا علي، علي يا علي اتدلع يا علي، يا ولد يا ولد يا ولد على اجاييه، اجاييه وعلي معلول يصنع الفارق دائما، علي معلول يصنع الفارق دائما. هنا سجل في مرمى الترجي والنجم في 2017، وسجل في مرمى تاون شيب من بوتسوانا في 2018. الى بادجي، الى بادجي، بادجي ركلة جزاء يا حكم، ركلة جزاء لبادجي، راس حربة، بادجي راس حربة، لكن اجاييه يوصل بادجي، وبادجي ينطلق امامنا هنا. وواضح طبعا كابتن خطيب اهو بهزة راس يقول لك ده راس حربة، بادجي يدخل في هذه اللحظات ياخد ركلة جزاء النادي الاهلي. بص اجاييه افريقيا مع النادي الاهلي في 38 لقاء، هل يضيف علي معلول؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، علي معلول، علي معلول في قلب المرمى وفي قلب جمهور الاهلي وفي قلب المدرجات الفرحه. حدثني حدثني عن علي معلول. بص يا جماعه، بص بادجي، بص بادجي، شوف بادجي يعني دخل وسط الاثنين وسقط واخد ركله جزاء. يسري الفريق محاولتي الوصول، كرة محاولة، وصل 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 أخيرا إسماعيل السار، إسماعيل السار يسجل ويأتي بالخبر السار، يأتي بالخبر السار هنا في ملعب ذا فيك. قلت في لحظات وصلت فيها الجماهير الهتاف. إسماعيل السار سار 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 سار، لا 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 لا، سار سار مرة أخرى، إسماعيل 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 سار، انطلق وصل إلى المرمى، سجل ثاني الأهداف وأعلن عن كرة أخرى في شباك ليفربول. هذه المحاولة الآن من أجل الهدف الثالث، وصلت إلى إسماعيل السار، ملعوبة خطيرة، لا 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 لا، هي للتاريخ، هي للتاريخ، آخر انتصاراتهم بالثلاثة، واليوم يسجلون الثلاثة مرة أخرى، مرة أخرى، دوري بلا خسارة بالثلاثة يبتعد عن ليفربول. يسجل ديني، يضع كرة في المرمى ثالث. بالبعيد ضربة رأس عادت إسماعيل سدد، جول جول جول، ودادي أول في المباراة، نهيري من أعلى نقطة بالرأس يسجل أول أهداف الوداد في المباراة، أول أهداف الوداد تأتي الآن من خلال هذه الكرة الثابتة، استغلال نموذجي لهذه الساحلي، ركلة حرة اتلعبت على القائم البعيد خطيرة راسية، جول 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 للنهيري، من جديد يضرب النهيري بضربة رأس ويسجل ثاني أهداف الوداد في هذه المباراة. الكرات الثابتة هي كلمة الحل في ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. الوداد يتقدم بهدفين من كرتين. محاولة لعرضية ترسل خطيرة، الكرة، الله، ماركوس ألونسو يسجل، تشيلسي يتقدم في نتيجة هذه المباراة والتي استعصت في أول 32 دقيقة، ولكن مميزة كرة جيرو والمتابعة من الأنصار ستنفذ. فريزر يرسل الكرة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي والتعادل، نعم، جول جيفر سوليرما يعود بفريق بورنموث، ممتازة التمريرة، فرصة الثاني 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 الثاني، جول جول لبورنموث، يقلبون، ممتازة إلى بيترو، جول
والتبريره الى كيفن غابيرو يريد التسديد. الله كيفن، الله غابيرو على هذا الهدف. اي روعه، اي تسديده تاتي لها من قلب كيفن غابيرو. بحث عن الثغره، بحث عن التسديد وتاتي وفرصه للتسديد، فرصه للهدف الثاني. جول 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 لداني باريخو. الهدف الثاني ياتي الان عن طريق القائد داني باريخو. يريح اعصاب جماهير، يريح اعصاب المدير الفني البرسيلاديس وفالنسيا في الطريق للعوده من جديد. هيتقدم بالنسيا المركز السابع في جدول الترتيب مؤقتا. تسديده، جول جول للورين مرون. هدف تقليص الفارق ياتي في الثواني الاخيره من عمر الوقت المحتسب بعد البنضائع من لورين مرون. عرضيه تاتي من كبيرة جدا التي يلعبها أساسية. الله لا يمل، لا يكل على الإطلاق، إنه سيرجيو. هنا لدينا الكرة الخطيرة، لدينا الله يسجلون، وكأنما التسجيل أسهل شيء في كرة القدم. نعم، يسجلون وكأنما التسجيل هي الحالة الأسهل في اسم بيب غوارديولا. ولدينا هنا، لدينا الثالث، الثالث نعم يأتي الصغير البديل الهولندي جوشوا زيركزي. زيركزي نعم يسجل. لدينا ثالث اهداف البايرن عن طريق هذا الهولندي، ثالث اهداف في هذا الموسم التي تصل الان. كوتينيو، الله يسجل فيليبي كوتينيو ويضع اسمه من بين وهنا الله جول مصلحة ميونخ. هدف يأتي مع ميونخ، هدف يأتي مع انطلاقة أحداث شوكسو مع جنابري. الله جول يأتي لمصلحة الباير، سداسية عن طريق البديل ليون. مساء سريعة، محاولة، فرصة، فعلها سانشو. سانشو يتقدم لمصلحة دورتموند. تمهيد لويس ألبرتو، جول لويس ألبرتو، جول. لم يصمد إلا 18 دقيقة أمام تتالي الهجومات والمحاولات، دفاع بولونيا والبولندي سكوروفسكي ينهار في 18 دقيقة. كرة لكوريا، التصويب، التصويب، جول الزاوية. كارلوس خواكين كوريا يضيف الهدف الثاني. 2-0 كانت إمكانية التعادل.
الثالث باريسي بلمسة أرجنتينية أمارو إيكاردي دخل منذ حين يسجل ثالث هدف لنادي باريس سان جيرمان. يا سلام عليك يا مبابي، العمل كل العمل قام به مبابي. شوف الاستلام جي ماركينوس ولازالت خطيرة. جول مبابي يعود إليكم من جديد، الفنان المبدع المتألق مبابي يصنع الثنائية الشخصية والرباعية الباريسية. داخل منطقة الجزاء بالرأس، فرصة جول تشارلس. ألم أقول لكم بأن نادي أيبار قوة في الكرة الثابتة مشاهدي الكرام، على إثر كرة ثابتة رفع. فرصة سيرجي العرضية جول. تشارلس مرة أخرى مشاهدي الكرام ينجح في إضافة الهدف الثاني مع بداية هذه الجولة. نعم لم يمهلهم أيبار دقائق، بسرعة يتمكن من تسجيل الهدف برأسية اللاعب البرازيلي سيرجي ماذا سيفعل سيرجي سكارانتي، وفرصة غول. سجل الهدف الثالث. نعم رأي هذا الهدف طريقة مميزة في الهجمة من طرف اللاعب تشيلي أوريانا. 3-0 انتهى كل شيء، أيبار سيفوز بنتكي يا ربي عمر، خطيرة جول. كريستال بالاس عن طريق جوردان ايو الصمولة 3 بل اصبحوا 4، يفرحون يهتفون لانهم كانوا وراء هدف السعادة. السعادة انطلقت من اقدام البلجيكي لتمر الى الغاني. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.